استاذ محمود من البحيره اتفضل. الله يخليك يا استاذ سامح، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، اهلا بيك. الله يبارك لك في السما. حضرتك انا من اللحوم، حضرتك انت عارف اللحوم، كنت شرفتنا مره قبل كده قريه اللحوم. من 18 اللحوم. ده الشرف ليا يا فندم. الله يكرمك يا استاذ. كان عندكم مشكله في الجمعيه كبيره، واحنا جينا ساعتها وتابعنا، وكان معانا السيد وكيل وزاره الزراعه في وقتها. على فكره قريه اللحوم تبع النبريه مش البحيره، صح؟ ما هي النبريه بحيره برضه يا فندم. بس لا، هي كان معانا المهندس محمد الزواوي يومها كمان. تمام. قول لي بقى ايه الاخبار؟ والله انا بخير الحمد لله، الحمد لله بيه. طيب عندنا مشكله يا فندم، انا عندي مشكله في قريه اسمها قريه 18 تبع للحوم، لان اللحوم دي فيها احسن من 10 قرى. ايوه صح، مالها بقى المشكله؟ مدارسنا كلها في قريه اسمها 19. ايه؟ المدارس بتاعت اللحوم المدارس كلها في قريه 19. في قريه 19، فاحنا ال 18 دي في حوالي اربع خمس قرى فرع منها جنب منها يا فندم. ايوه. ما عندناش مدرسه، وعندنا ملعب كوره كانوا الشباب واضعين يدهم عليه من ايام شركه اللحوم ما كانت شغاله. الملعب ده فندم 6000 متر. فاحنا كنا عايزين جواب من شركه التشييد والتعمير اللي احنا تابعين لها يا فندم. يعني انتوا مطلبكم ان انتوا يكون عندكم مدرسه؟ احنا عايزين مدرسه في اقسم بجلاله الله يا فندم. عندنا اطفال بتموت في العام الدراسي ده احسن من ثلاثه او اربعه كل سنه. لان المسافه بعيده من قريه 18 لقريه 19؟ بعيدة. ايوه يا فندم، بعيدة حوالي من 4 كيلو. 4 كيلو؟ 4 كيلو، بيمشوا الأطفال بتمشي على رجليها، يعني حتى اللي عنده عربية ما بيوقفش ياخد طفل. هي مسافة كبيرة. وبيمشوا في الشتاء مسافة، وبعدين أنتوا أساسا الطرق عندكم غير ممهدة. يعني لا الطرق حضرتك هو الطريق نفسه في نوع من الخطورة كبيرة جدا بصراحة. الخطورة عندنا يا فندم كمان إن الطريق نفسه اترصف قريب بعد الجيش ما خد المشروع اللي عندنا. الطريق اترصف يا فندم، والطريق رفيع، بتحصل عليه حوادث كتير. الطريق رايح جاي وسريع وضيق. ضيق خالص يا فندم، ضيق خالص. يعني لو عربتين مقابلين بعض لازم واحده تنزل على التراب. انا عارف، لان كمان في الاشجار على الجانبين محددين الطريق نفسه، فانت حتى اللي ماشي على رجليه ما عندوش حته، هو مخنوق في الطريق نفسه. فعلا يا فندم فعلا، فاحنا دلوقتي في اطفال بتموت. طيب انا هتواصل مع السيد المحافظ وهنبعت له المشكله بتاعتكم او ندائكم. ده نداء، يعني الناس دي عايزه مدرسه. عند المحافظ يا فندم، مشكلتنا مش عند المحافظ، مشكلتنا عند شركه التشييد اللي هي تبع شمال التحرير للتشييد والتعمير. دي احنا طالبين جواب منها، رحنا لهيئه الابنيه عايزين جواب من شركه التشييد والتعمير بان الحته دي مخصصه. يعني انتوا عندكم ارض هي اساسا مخصصه ولكن تم الاستيلاء عليها وبقت ملعب كوره. هي تابعه للشركه يا فندم، مش مخصصه هي. طيب ملعب. سيبني بقى اسال عن الموضوع ده بالظبط. بص يا استاذ، انا هسال عن الموضوع ده بالظبط وهنشوف نبتدي نساعدكم فيه ازاي. تمام. انا برجو حضرتك بس يا فندم، لان احنا فعلا والله عندنا اطفال بتموت على فكرة. انا مصدقك وبقول لك احنا معاك ومش هنسيبكم، يعني لازم هنتابع معاك. حاضر، عينيا. ماشي، ديك طلب تاني. عينيا الاثنين. شكرا، بشكر حضرتك.